أدوات الربط. أستاذ شنو هن أدوات الربط؟ تعال أفهمكم. أدوات الربط شباب يجيب لي جملة ويقول لي تعال أربط لي إياها. شلون؟ باستعمال الأور والبت والأنت. جيد، بس تجينا بطريقتين. الطريقة الأولى في حالة الفراغات. بحالة الفراغات أنا شلون أختارها؟ ما نعرف شلون تختارها أستاذ. الأور أختارها إذا عندي استفهام، والبت أختارها إذا عندي نفي ومعاكسات. هسا حاليا ما عندكم معاكسات فتركزوا لنا عن النفي. شنو النفي؟ هذا أنت. والآن مع المثبت. استاذ شلون يعني؟ ركزوا شوفوا يعني. اولا يقول she is fast for a she can't العفو she isn't happy. يا بأخلي but لو or لو and. نجي هنا أنا. ش لقينا؟ لقينا سؤال نفي عفي. إذا لقينا نفي عشان خلي يقول هي سريعة لكنها ليست سعيدة. مثال can you خلنا نكمل. can you play tennis for a football but and لو or. ها عليوي ليش or؟ لان عندنا سؤال يقول له هل تلعب التنس او كرة القدم؟ نعيدها. I bought a house for a I bought a car and but or. ليش؟ أنت. تمام زين ساد. يعني شلون تجي المعاكسات؟ انا اقول لكم the weather is cloudy for there is no rain. يعني and لو but لو or. يقول الطقس سيء مغيم لا يوجد مطر. اذا هاي اكو معاكس يعني مغيم وما بي مطر. اذا ايش راح نخلي؟ but. وصلت الفكره؟ الطقس غائم لا يوجد. هاي عندنا نو نفس النفي. وصلت الفكره؟ هاي بيا حاله فراغات. هاي شنو؟ هاي فراغات. بس عندنا مشكلة في حالة الربط. شلون؟ بحالة الربط عندنا مشكلة بين الأند والأور. بس ذن الثنين عندنا مشكلة بيهم. أولا حذف الكلمات المتشابهة من الجملة الثانية. يقول الكلمات المتشابهة بالجملة الثانية راح نحذفها. طيب وبعدين نجمع الكلمات المختلفة، وبعدين نضع أو هي نجمع الكلمات المختلفة ونضع بينهما الأداة. ها لا أستاذ دقيقة 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 أنا ما افتهمت هذا الحكي أستاذ. يعني شلون؟ يعني مثلا you played tennis
نقطة. You played football. قال لي أريدك تستعمل and. يقول أريدك تربط للand تخلي ليها بين جملتين. بعيني. ننزل الجملة الأولى. الكلمات المتشابهة من الجملة الثانية نحذفها. اليو موجودة؟ نحذفها. البلاي موجودة؟ والفوتبول موجودة؟ مختلفة. نجمع الكلمات المختلفة اللي هي التنس وفوتبول ونضع بينهما الأداة and. أوقف استاذ عيدها. عيدها استاذ نعيدها. تعال شوف. Would you like apple? Would you like bananas? قال لي أريدك تستعمل الأور. أربط للجملتين باستعمال الأور. تفضلي. أنزل الجملة الأولى. أنزل الود؟ لا. أنزل اليو؟ لا. أنزل اللايك؟ لا. أنزل الأب بنانا؟ إيه؟ وين أخليها؟ صف الأبل. إيه؟ وخلي بيناتهن or. صارت would you like apple or banana. هل ترغب بالتفاح أو الموز. ورقة وقلم وحلوا لي هاي الجملة. أي أي الدفتر بالثلاثين. أي يقول I about. أي أريدك تربط ليان باستعمال الأند. صعبة؟ يلا صعبة مو صعبة اشتغلوا بس الحل. اي هي هي بس الحل قبل. استريح استريح استريح. يلا كملتي؟ اقري لي حلك. قري لي الحل اللي كتبتيه. الحل قري لي اياه. الجمله الاولى زين. قري لي الحل.
اقري لي الحل، لا لا اشرحي لي، اقري لي قبل. I see. I see علي and she and سلمى. لا ها بلا اقري لي حلك، اقرا لي حلك. In the park. حلو، وانت حلك شنو؟ يلا صح وغلط. صح شو؟ يلا قري لي حلج. I see علي and سلمى in the party. انزل الجملة الاولى جيد، وبعدين هاي الكلمة موجودة وهاي موجودة هاي موجودة، اجمعها ويا المختلفة، يعني اجمع علي بصف سلمى واخلي بيناتهم and. يقول أنا أرى علي في الحفلة، أنا أرى سلمى في الحفلة، أنا أرى علي وسلمى في الحفلة. واضحة؟ وصلت الفكرة؟ زين، تعالوا هسه شو نسوي؟ نريد لا عندنا تمرين كامل راح نحله. شوف هذا التمرين، هذا مو زين ترتيبه. زين استاذ سؤال، ها يابا البات شو ما حطيت لها شيء؟ البات ما يراد. شنو ما يراد؟ يعني ما يحتاج انه نختصر لها. اكو بعض الاساتذة يختصروا لها بس هي ما تحتاج. يلا هسه ركزوا وياي. شو 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 ها ليش سالفه؟ يلا نجي على الاولى. هسه راح الاولى شلون احلها؟ اول مره اخلي لها انت، لو اخلي لها اور، لو اخلي لها بات. عندنا سؤال؟ عندنا نفي؟ اذا شو نخلي؟ انت. حلو، بس شلون اخلي انت؟ انزل الجمله الاولى وين المختلفه؟ الات الضمير ما يشتغل عليه لان الات موجود، بس عندي فاست. انزل الفاست واخلي بينات هنا الانت. حلو، لا ما زين. نجي على هاي الجمله. اولا هل بيها سؤال؟ بيها نفي؟ اذا راح نخلي شنو؟ شلون اخليها الانت؟ ننزل الجمله الاولى، هاي نزلناها، وين الكلمة المختلفة؟ فاست، اجمعها مع علي بيوتيفول واخلي بينات الانت. لا هذا الات يشير، احنا اخذنا ضمائر، الات مو يشير للغير العاقل خلص، والاز موجودة، وهاي الفيري هي مالت الفاست، يعني تقدر تنزل فيري فاست. فيري فاست زين. نجي على هاي هنا، يلا ركزوا وياي، شوية صعبة هاي كلش. أولا يقول لي اجمعها، مو هي المشكلة مو طويلة، المشكلة وين؟ المشكلة بيها ثلاث جمل مو جملتين. هسا لو جملتين نعرف نختصرهم. هاي الجملة الأولى والثانية شو اخليها؟ بيها علامة استفهام؟ بيها نفي؟ يعني شو احط لها؟ انزل الجملة الأولى. يا هي الكلمة المختلفة؟ نت، اجمعها هنا واخلي لها شنو؟ انت. اي هاي خلصنا الجملة الأولى. هنا ايش لقينا؟ نفي اخلي بات. احنا قلنا بالبات نختصر؟ بالبط نختصر؟ لا. يصير انا استطيع ان العب الشطرنج وكرة السلة
النتبول هاي يحطون شبكة صغيرة، ولكن لا أستطيع أن ألعب الكرة الطائرة. نجي إلى هاي الجملة، نفس الترتيب ونفس الشغل، عندنا ثلاث جمل، الجملة الأولى والثانية بيها علامة استفهام لو بيها نفي؟ لا استفهام ولا نفي. إذا شو نخلي؟ أنت. إذا هنا راح نخلي أنت. أنزل الجملة الأولى، وين الكلمة المختلفة؟ إنديا. أنزلها وش أخلي لها؟ أنت. حلو، خلصنا من عندها. الجملة هاي إيش بيها؟ يعني شو تحطوا لها؟ بات. راح تصير الفيلة تعيش في أفريقيا والهند، ولكن الفيلة لا تعيش في العراق. هذا من الجملتين شبيهين؟ لا، بها علامة استفهام، يعني لازم شو استعمل؟ الأور. يلا ننزل الجملة الأولى، وين الكلمة المختلفة؟ اي ميت. اجمعها ويا من الميت؟ ويا الدينار ويا الفش. ليش ما صار مجمعتها ويا الدينار؟ الدينار موجودة. احنا نجمع الكلمات المختلفة ونضع بينهما اور. نجي لهاي، اول مرة سولفولي على الجملتين، هاي الجملتين بيها نفي لا استفهام؟ لا نفي ولا استفهام، يعني أنت. أنزل الجملة الأولى، وين الكلمة المختلفة؟ باريس. أنزل باريس بصف لندن وخلي لهن أنت. الجملة الثانية بيها نفي، شو أخلي لها؟ يعني أنزلها وش أخلي لها؟ شنو معناها؟ صديقي يعيش في لندن وباريس، ولكنه لا يعيش في نيويورك. صار عليكم شغل هواي هسه. هو سهل، هو كل المادة سهلة إذا وصلت لكم الفكرة مالتها، بس هسه راح يصير عندكم كتابة هواي. هذا إيه، هذا الشغل اللي كتبنا اشتغلناه كله، كتبوا لي اياه طبعا شاجن. لا 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 لا، ومن هنا راح دور الزيد. انتم متوسطه. تعرفون شنو يعني متوسطه؟ يعني مو ما يعاملوكم بالمتوسطه. عندكم ماده اسمها القراءه؟ لا. لا، ليش بالابتدائي عندكم ماده يصيحوا لها القراءه؟ لا، ليش بالابتدائي عندكم ماده اسمها القراءه وبال ها عافيه هسه كبرتوا، فأكيد المادة تصعب عليكم. وكملنا براحتكم شباب.